كابتن دعاء الغباشي نجمة الأهلي ومنتخب مصر للكرة الطايرة، بنرحب بيك في الجول وبنبارك لك على لقب الدوري السنة دي. الله يبارك فيك وشكرا جدا على استضافتي في الجول. خلينا نبدأ كده ونسألك، مين فتيات الذهب الحقيقيين؟ لأن الموضوع كلام كتير في الموضوع ده. مين الأقدم؟ مين فتيات الذهب اللي معروفين طول عمرهم؟ أهلي. ماشي، انت اكيد فاهمه السؤال هياخدنا لفين. هو ده لقب يعني احنا من زمان قوي، مش من السنه دي ولا من السنه اللي فاتت، هو ده لقب من قبل ما انا اجي النادي الاهلي اصلا. طبعا الموسم ده كان مختلف، وده اللي يمكن هو ده اساس السؤال بتاعي، مختلف بسبب الظروف اللي حصلت قبل الانطلاق وانتقال عدد من لاعبات الاهلي للزمالك. ده مش اول لقب دوري ليكي مع الاهلي، ايه الاختلاف اللي حصل في الدوري ده وعشتوه ازاي؟ وطبعا واضح ان هو كان اصعب لقب، ده مش حاجه انا مستني اجابتك لان هي واضحه جدا، بس ايه الاختلاف اللي حسيتيه في المنافسه؟ يمكن ده كان اصعب سنه عدت عليا في الرياضه عامه، عشان انا كدعاء ده يعني انا بحب التحدي، والسنه دي كان التحدي لينا كلنا، للفريق وللجهاز الفني وللنادي كله، حاجه بنثبت فيها لنفسنا قبل اي حد ان احنا نقدر نعمل اي حاجه، وان الفرقه هتفضل واقفه على رجليها ايا كان اللي موجود. وطبعا في عناصر مشيت اكيد مؤثره في الفرقه، واكيد مؤثرين في الفرق الثانيه، بس في الاول وفي الاخر هو الاهلي دايما بيعودنا ان ما بيقبلش بمركز غير المركز الاول، يعني المركز الاول هو بالنسبه له البطوله، اي مركز تاني بالنسبه له ده فشن. فده كان تحدي لينا ان احنا نقدر نثبت نفسنا في الدوري، والحمد لله قدرنا نتوج باهم بطوله في السنه. يعني يمكن احمد حسام ميدو كان ليه تويت اظن في مباراه الكاس، كان بيقول انا مش مصدق ان احنا ليله العيد وسهران اتفرج على ماتش طايره للسيدات، كان مصر كلها بتتفرج على الماتش. الموسم ده الاهلي خسر الكاس، دي حاجه مش طبيعيه في الاهلي في سيدات الطايره على مدار سنين طويله. مش حاسه ان رغم ان الاهلي ما توجش بكل البطولات الموسم ده، ان التتويج كان ليه طعم افضل بسبب وجود منافسه في البطوله؟ هو في الاول وفي الاخر اي منافسه بتبقى موجوده اكيد بتفيد المنتخبات القوميه، بتخلي المنافسه كده ليها طعم، بتخلي الناس كتير قوي تتابع الماتشات. يعني افتكر ان محمد صلاح قبل كده عمل ستوري ان هو بيتفرج على ماتش طايره بنات اهلي وزمالك، بقى في جمهور اهلي وزمالك في كره الطايره، وعملت روح جميله ما بين يعني القطبين الاهلي والزمالك. فانا شايفه بصراحه ان السنه دي مكسب لكل حاجه، مكسب للكره الطايره ان هي انتشرت اكتر بكتير قوي من اي سنه قبل كده، مكسب للمنتخب ان بقى عنده فرقتين دلوقتي، فطبعا بيعلي مستوى اللعيبه. ف يعني على قد ما هي ما كانتش احسن سنه بالنسبه للاهلي، لا بس ليها فوائد كتير قوي بعد كده. يعني كلمينا بقى عن كواليس رحيل لاعبات الاهلي، خصوصا من وجهه نظرك انت، لان انت اسمك كمان ارتبط بالانتقال الى الزمالك، وقيل انك وقعتي كمان، لكن في النهايه انت واحده من اللي ما رحلوش رغم ان عقدك كان بينتهي. فهل تم التواصل معاك للانتقال الى الزمالك؟ وايه كان ايه كواليس التجديد؟ وهل فعلا وقعتي من غير شروط؟ يعني كان في مدرب ما يعني كلمني قبل ما الموسم يخلص واحنا في الماتشات، قال ان هو عايزني اروح الزمالك، ويعني اتفق معايا ان انا هبقى موجوده معاه والكلام ده كله. طبعا طلعت اشاعه ان انا رحت مضيت في الزمالك، وانا كنت اول واحده في الفرقه، الاشاعه دي طلعت عليا لدرجه ان انا في يوم من الايام رحت قلت للمدرب كابتن حمدي انا ما مضيتش في حته، فبعد اذنك لو في كلام وصل لك ان انا مضيت يعني ممكن تقول لي، وانا قلت لك من دلوقتي بنفي اي حاجه ان انا مضيت في الزمالك. فما كانش المدرب الموجود دلوقتي، انا كان عندي يعني اسبابي معينه ان انا افضل موجوده في النادي الاهلي. اولها انا ده لما دخلت امضي الاداره بصراحه ما قصرتش معايا في اي حاجه، كل الحاجات اللي انا كنت متحفزه شويه ان انا عايزاها تختلف، مثلا مش ماديا خالص، انا يمكن ما اتكلمتش في اي حاجه ليها علاقه بالماديات خالص في النادي. فاللي كان موجودين اثناء التوقيع يعني كان العمري فاروق وخالد مرتجي وكابتن خالد العوضي، انا قلت لهم انا مش جايه اتكلم معاكم النهارده في ماديات. قالوا لي بصي، اول ما دخلت قالوا لي بصي انت بنت النادي خلاص، بنتنا ومش هتمضي في مكان تاني. قلت لهم انا عارفه اللي وصل لكم، وعارفه كل الكلام اللي اتقال ان انا مضيت في الزمالك، وانا من دلوقتي بقول لكم انا بنفي اي حاجه اتقالت، وانا لو انا فعلا مضيت انا ايه اللي هيخليني موجوده في المكان ده دلوقتي. فكلموا قالوا احنا عارفين واحنا ما صدقناش الكلام اللي اتقال وبتاع، فاتفقت معاهم في حاجات بس في يعني خاصه باللعب والكلام ده كله. هم قالوا لي في واحد اتنين تلاته انا ما اتكلمتش خالص، قلت لهم اوكي عقود مضيت وخلاص بس. فيعني يمكن انا اسرع واحده في الاجراءات ان انا امضي، اسرع واحده مضت حتى، يعني
صحابي قالوا لي انت لحقتي؟ فيعني ما كانش فيه خالص وقت ان انا امضي لنادي الاهلي. حتى هم قالوا لي تمضي 4 سنين، قلت لهم مفيش مشكله، دي حاجه خاصه بيكم، انا بمضي وموجوده في النادي وزي ما انتوا عايزين. العقد طبعا كلنا بنمضي على بياض، مفيش مشكله، واثقين في النادي الاهلي طول عمرنا بنمضي كده، دي مش حاجه وحشه، بس دي حاجه ثقه في النادي الاهلي. احنا عارفين طول عمر النادي الاهلي عمره ما بياكل حق حد، وعمر النادي الاهلي ما بيتفق معاك على حاجه وبيرجع فيها، فاللي بتتفق عليه في القعده هو اللي النادي بيعمله معاك. فما كانش عندي اي مشكله خالص في ان انا امضي العقد على بياض او لا. انا اللي اتقال لي، انا يعني اتفقت عليه، واللي اتقال لي في الاجراءات العقد هو اللي بعد كده رحت مضيت العقد وهو بيتملي، انا رحت مضيت تاني وكنت شايفه العقد وهو بيتملي. يعني هما بيمضوك على بياض لحد ما ياخدوا قرار مجلس الاداره، وبعد ما قرار مجلس الاداره بيجي بيقولوا لك لو انت عايز تبقى موجود والعقد بيتملي، انت بقى بتقرر تروح او لا. بس احنا كلنا من كتر الثقه في النادي الاهلي احنا مره ما بنروحش اصلا، والعقد بيتملي مش بنروح النادي. رياضيا بقى ما تخضديش من الهجره الجماعيه، اللي هو انا كل زمايلي اللي بلعب معاهم بقالي سنين فجاه مش في الفريق، على المستوى الرياضي حسيت ان هيبقى في دروب؟ والله زي ما قلت لك، هو كل واحد بيبص من ناحيته لمصلحته الشخصيه، مش كل واحد بيشوف مصلحته فين والمكان المناسب ليه والمكان اللي هيقدر يتعايش فيه وبيختار. انا اخترت الانسب ليا، واللي مش يختار الانسب ليه. هو في الاول وفي الاخر دي منافسه، يعني طبعا هم كانوا مؤثرين في الفريق، بس النادي الاهلي برضو ما بيعتمدش، عمره ما اعتمد على لعيبه ولا 2 ولا 3 ولا 4، لا، النادي الاهلي قوام فريق كامل وبيعرف يعمل لعيبه. يعني قطاع النادي الاهلي اعتقد بيطلع لعيبه اكتر بكتير قوي من قطاع نادي الزمالك. علاقتكم ما تأثرتش بشكل ما بأن هم انتقلوا للزمالك؟ دي رياضة، وهم في يوم من الأيام كانوا أصحابنا وبيلعبوا معانا، يمكن ما بقيناش قريبين نفس القرب اللي كنا مع بعض في فرقة واحدة، بس ستيل يعني هم صحابنا وإخواتنا، فمفيش أي مشكلة خالص. احنا بنتعامل برا الملعب، جوه الملعب انت خصمي وأنا خصمك، فكل واحد بيحترم المسافة دي. احنا برا الملعب يعني مثلا في أفراح في عيد ميلاد احنا صحاب برا الملعب، بس جوه الملعب خلاص انت دلوقتي بقيت خصمي، فانا لازم احترم ده وانت كمان لازم تحترم ده، بس بره الملعب احنا اخوات ويعني دي رياضه في الاول وفي الاخر ومنافسه. طيب الاهلي ما شاركش في بطوله افريقيا، عايزينك تكلميني عن الاسباب اللي ادت لانسحاب الاهلي من البطوله. والله هو يعني يمكن عشان كان في اصابات في الفرقه بشكل ملحوظ في الكاس، اصابات كبيره في الفرقه مش اصابات قليله، وكمان عشان الوقت ده ما يعني ما كانش كافي ان احنا نعمل اعداد تاني بعد الماتشات دي، بس السبب الرئيسي ان الاصابات الموجوده في الفرقه. طيب عايزينك تقيم لنا موسم الاهلي كام من 10 اخذا في الاعتبار كل الظروف المحيطه بيه؟ يعني اعتقد ان ده ممكن يبقى 7 من 10 عشان الاهلي ما كسبش كل البطولات. بالظبط، رغم ان الفوز بالدوري كان اصعب كتير. لا احنا اخذنا اهم بطوله في السنه هي الدوري، اخذنا السوبر، يمكن الكاس ده اثر معانا قوي، بس احنا كده كده يعني كده كده متعودين دايما ان لازم البطولات ما تخرجش بره نادي الاهلي، بس يمكن احنا خسرنا البطوله دي عشان يعني يحصل تعديل في الموازين او نعرف اخطائنا ايه، ولازم نخسر عشان نتعلم. ما هو مفيش لكل جواد كموة، ولازم يحصل دروب كده عشان ارجع اعيد حساباتي وارجع اقيم نفسي من اول وجديد. هي رياضه ومش هفضل اكسب طول عمري، لازم يبقى في دروب كده عشان ارجع لنفسي واعرف ايه اخطائي وما اقعش فيها تاني، ما تكبرش على اللعبه يعني. طيب كنت عايز اسالك عن مستوى المحترفين معاكم، كارينا وديانا، كلميني هم اضافوا ايه للفريق، هل عندك معلومه هم ممكن يستمروا الموسم الجاي ولا لا، وشخصيتهم والتواصل معاهم جوه اوضه اللبس؟ بصراحه هم يعني كشخصيات لا يعني هم تحسهم مصريين، اخواتنا جدا وصحابنا، روحهم جميله كانهم مثلا في الاهلي بقالهم كذا سنه، وهم على قد الامكانيات اللي عندهم قدروا يساعدونا. يعني كارينا كانت عامله عمليه غضروف ونزلت بعد العمليه بشهر، يعني احنا كمصريين مش بنقدر نعمل كده، فهي في النص كده برضو كان عندها اصابه ما قدرتش ان هي وصوان هي مش صغيره في السن كمان. بالظبط، غير السن كمان هي رجعت في وقت قياسي، فطبيعي هيحصل لها مضاعفات مثلا في النص او حاجه، فهي من ضمن اللعيبه اللي كان عندهم اصابات وكانت بتتحامل على نفسها في الاخر عشان تلعب معانا، بس يعني مش قادره اكتر من كده عشان الاصابه اللي عندها. يعني على قد الامكانيات اللي كانت موجوده عندهم كانوا بيحاولوا يساعدونا بصراحه، وما عنديش اي فكره صراحه كملوا ولا لا. بنتها طبعا موجوده معاكم طول الوقت؟ بنتنا كلنا.
يعني هي بنتها جميلة، هي حتى في التمرينات بتبقى واقفة ورا دايما بترملنا الكور عشان ما نجريش كتير، تحسها عائلة الأهلي. حتى أنا أول مرة أشوف في النادي الأهلي كل المحترفين يبقوا صحابه يعرفوا بعض، كنت مستغرب جدا إن كل المحترفين فولي باسكت هاندبول كلهم صحاب بيجوا لبعض الماتشات، فكنت حابة الأجواء دي بصراحة السنة دي، يعني إن هم كلهم صحاب مع إنهم مش من أماكن زي بعض، كلهم من بلاد مختلفة بس هم تحسهم عاملين عيلة للأهلي كده السنة دي. عايز اتكلم شويه في نقطه ان كارينا ام وبنتها موجوده معاها في التمرينات اغلب الوقت، برضو ديانا ام ممكن ابنها مش موجود معاها في مصر، ده ممكن يزرع شويه في العقليه في اللاعبات المصريات ان هو ممكن بعد الخلفه بعد الجواز وبعد كده بعد الولاده الموضوع بيستمر وكارينا داخله على الـ40 ومكمله عادي. اكيد طبعا، يعني هو من قبل كده في لعيبه كتير في الدوري المصري، يعني انا متجوزه بس يعني لسه ما خلفتش، بس انا عندي نفس العقليه اللي هو لو انا قادره او انا عايزه حاجه انا اللي بحط المنتاليتي بتاعتي هي اللي بتمشيني، لو انا عقليتي بتقول لي لا انت تقدري تكملي وانا اقدر احافظ على جسمي وارجع. في ناس بترجع اصلا بعد الخلفه احسن من الاول، يعني افتكر في لعيبه اسمها هاجر بتلعب باسكت ما شاء الله هي ام دلوقتي ومكسره الدنيا، يعني ملهاش علاقه خالص، هي الفكره في المنتاليتي نفسها، هي لعيبه محترفه وتعودت طول عمرها على ده فهي اللي قادره تعمل ده، وحتى هي ام هي مش بتفكر ان هي ام، لا هي بتفكر ازاي تخلي بنتها دايما فخوره بيها ودايما تبقى احسن. يعني فاحنا في الدوري المصري برضو بدانا شويه اللي هو لا بنتجوز وممكن في ناس بتخلف وترجع تلعب، فبقت موجوده عندنا شويه اكتر من الاول. يعني بخلاف رغبه اللعيبه نفسها، حاسه ان ايه ممكن يساعد اللعيبات ان هم يعني ما يبقوش تحت ضغوط ان هي لو حملت مثلا وبعدت عن الملاعب فتره ان هي يبقى الاجواء مهيئه ليها ان هي ترجع تاني، ممكن اللعيبات نساعدهم ازاي في الصدد ده؟ ان هي تبقى عايزه، لو انا مش عايزه والناس كلها عايزه مش هعمل، انا زي ما قلت لك عقلي هو اللي بيمشيني انا من جوايا، لا خلاص بقى انا خلفت هقعد ارب، انا برضو ما ينفعش اقصر في الاثنين، بس لو هقدر اوفق بين الاثنين ودي حاجه عاديه جدا انا شايفه ان هي ما فيهاش مشكله، اعتقد ده احسن من الشغل. يعني انا بشتغل كام ساعه لو هشتغل شغلي تمرين هم ساعتين ثلاثه في اليوم، فعندي يعني عندي وقت كتير قوي اقدر اواظب بين بيتي وبين كل حاجه، بل بالعكس انا بحس ان الطفل لما بيتولد في ملعب بيتعود على روح البطوله والمنافسه والمنتاليتي بتاعته نفسها بتختلف. ادريانا بنت كارينا دايما كانت بتشوف مامتها بتلعب وبتسافر من بلد لبلد احتراف، فاكيد هي عندها نفس المنتاليتي دي، يعني هي اتعلمت فولي من كتر المشاهده، فاعتقد دي بتبني هو الطفل نفسه ان هو من هو دي 1 وهو في الملاعب، فدي بتبني شخصيه ان هو يبقى بطل من دي 1. يعني عايز ارجع لموقف كده حصل وانت صغيره 11 او 12 سنه في نادي دلفي، ان تضامنا مع المدرب انت مشيتي من النادي، يعني يا ريت توضح لنا الموقف كان حصل فيه خصوصا انك كنت صغيره جدا في السن. يعني انا كنت بلعب اول بدايتي كانت في نادي دلفي، وكان كابتن عصام ده هو اللي ده اللي معلمني فولي، وده يعني ليه اكبر فضل عليا عشان هو اللي خلاني موجوده في المكان ده، فهو كان في حصل تاتش بينه وهو اللي كان موديني النادي ده، حصل تاتش بينه وبين النادي فهو قرر ان هو هيقعد، فاحنا كلنا عشانه احنا قعدنا خلاص، انا وقتها حتى سبت اللعبه، يعني لدرجه ان انا سبت اللعبه عشان المدرب ده، فبعدها يعني بسنتين مثلا يعني بطلت سنتين، وبالصدفه في منتخب المدارس حد شافني كلم بقى مع بابايا ان انا وقتها كنت انا من البحيره، هو اتكلم مع بابايا ان انا العب في نادي الانتاج الحربي وهقعد في فندق النادي والكلام ده كله، فطبعا بالنسبه لي كان 14 سنه ده سن صغير قوي ان انا اعرف اعيش لوحدي، طبعا بمساعده كابتن عصام وبابايا ناس كتير يعني الصراحه اتدخلوا عشان اقدر اكمل وده مستقبلي، تم الموضوع ده. بس كان السبب الرئيسي ان يعني مش عايزين المدرب اللي هو علمنا حد يجي عليه واحنا نبقى مكملين معاه، بس هو دلوقتي رجع النادي والحمد لله بقى احسن. وفي الانتاج الحربي كنت قاعده لوحدك فيها من وانت 14 سنه؟ كنت قاعده في فندق النادي، فندق القوات المسلحه، وانا 14 سنه كنت متصعده درجه اولى كمان، كنت قاعده في الفندق لوحدي انا ولاعيبه كمان من مدينه تانية، كنا قاعدين احنا الاثنين، بس هي كانت كبيره وانا صغيره فهي كانت بتاخد بالها مني. طيب عايزين نتكلم عن الفتره الجايه مع منتخب مصر، كلمينا ايه اللي منتظر المنتخب وايه طموحاتك معاه؟ الفتره الجايه في بطوله الالعاب العربيه، وبعد كده في بطوله افريقيا امم افريقيا، وبعد كده في تصفيات اللي هي الرانكينج، فاول حاجه كانت في شهر 7 ان شاء الله الالعاب العربيه، في معسكر قبلها ان شاء الله هيبقى في اليونان. الرانكينج ده بيودي الاولمبياد؟ لا
احنا خلاص اولمبيكس في الاندور نو واي، عشان احنا في بطوله افريقيا ما رحناهاش، فرن بتاعنا وقع. فاتمنى ان الامل بتاعي الوحيد يبقى في البيتش فولي، ان شاء الله يتحقق. بالكلام عن الكرة الشاطئية، خلينا نروح للكرة الشاطئية. طبعا أغلب المصريين عرفوكي من أولمبياد ريو دي جانيرو، طبعا بسبب اللبس وبسبب إن ما كناش متعودين إن احنا نشوف مصر مشاركة في الكرة الشاطئية. ظهرنا بشكل كويس، لكن كنا منتظرين أكتر في الأولمبياد اللي بعد كده، لكن طبعا حصلت الظروف إن في أولمبياد طوكيو ما تأهلناش لأسباب ممكن مش رياضية، يعني ما خرجناش في الملعب. يمكن دي أكتر لحظة كلعيبة حسيت فيها بقلة حيلة وبخيبة أمل، بس مش هنقف عندها والحمد لله ربنا بيعملش حاجة وحشة. يمكن أنا كنت وقتها بقول المنتاليتي بتاعتي كانت بتقول لي إن أنا دي هتبقى آخر، إن شاء الله لو تأهلنا تبقى آخر أولمبياد ليه وهبطل بعدها دولي. أنا المنتاليتي بتاعتي دلوقتي بتقول لي لا، أنا إن شاء الله بإذن الله ألعب اللي جاية، ولو قدرت ألعب اللي بعدها كمان. فأكيد ربنا ما بيعملش حاجة وحشة، وأكيد وقتها كنت حاطة أمل كبير قوي عشان كده اتضايقت. بس في الأول وفي الآخر برجع أقول يمكن ربنا عمل كده عشان أقدر أكمل في اللي جاي، يمكن اللي جاية دي تبقى فرصتها أحسن ليا، وإن شاء الله بإذن الله يعني ربنا هيعوضني بالأولمبياد باريس بإذن الله. أتوقع عليكي غرامة سعيدة؟ أتوقع عليا بسبب إن أنا قلت إزاي إحنا ما عندناش حاجة وإزاي هم يقولوا كده. وندمانة على أي حاجة من اللي أنت قلتيها سعيدة؟ يعني ممكن مش ندمانة، عشان انا من اللعيبه اللي هي يعني مش بعرف اسيب حقي بسهوله، بس انا فعلا وقتها كان ليا حق، فبس انا المفروض ما كنتش اخد حقي بالطريقه دي، كان ممكن في اساليب اخرى اقدر اخد بيها حقي من غير ما استفز يعني من اللي حصل. يمكن انا وقتها حاولت اللي جوايا كله اعبر بيه بالغضب اللي انا قلته واللي حصل معانا كله، بس في الأول وفي الآخر أنا ما قلتش حاجة غلط، يعني أنا قلت كل اللي حصل، بس كان ممكن أقول ده بحاجات رسمية بجهات رسمية، ما يعني غضبي وقتها طلع للناس، لا أنا كان ممكن أطلعه للجهة المختصة بالموضوع ده. كلمينا عن الفرق بين كرة الطائرة العادية وكرة الطائرة الشاطئية، إيه الاستعدادات المختلفة اللي أنت بتعمليها قبل ماتش أو قبل بطولة للكرة الشاطئية؟ هل هي تغييرات يعني اختلاف جذري عن الكرة الطائرة العادية، ومدى أهمية التفاهم مع زميلتك اللي بتكون معك في الفريق؟ هو أول حاجة لازم أبقى أنا والبارتنر اللي معايا متفاهمين، عشان إحنا يعتبر إحنا اتنين في واحد، لو إحنا مش متفاهمين مش هنقدر نلعب مع بعض. ممكن أنا أفضل طول الماتش ماسكة لعيبة بفضل ألعب عليها، فهي دي اللي هخليها تستقبل وهخليها تضرب وهخليها تعمل كل حاجة. يمكن أكتر واحدة لعبت معايا كانت فريدة، كنا بنبص لبعض افهم هي عايزه تقول لي ايه، مش هنتكلم، لان الاجواء كلها بتاخد من مجهودك كتير، فان انا كمان اقعد اتكلم لا، فلازم ابقى بنشاور لبعض، ببص لها تفهم انا عايزه ايه، فلازم يبقى في تفاهم بيننا. تاني حاجه الفرق بينهم ان في الاندور ست لعيبه، فاللعب بيتوزع على سته، طبعا بنلعب في الصاله فيها تكييف وكل حاجه. في البيتش فولي اللعب بيتقسم على اتنين، ويمكن كمان يمكن هي اللعبة بيبقى على واحدة أكتر، عشان هي دي اللي بفضل ألعب عليها، وطبعاً الأجواء بتبقى شمس وهواء، أنت بتلعب كل حاجة، فيمكن أصعب شوية عشان ما تعودناش عليها من صغرنا، ويمكن لعبناها وإحنا كبار شوية. بس أنا بالنسبة لي بصراحة هي ماي فيف، يعني دي أفضل، يعني أنا بحبها أكتر من الإندور، بحسها لعبة فردية أكتر. أنا لو لعبت كويس هبان فيها أنا أني كويسة، الاندور الستة يعني بيبانوا فيها، وانا من اللعيبة اللي بحب ألعب ودي ما فيهاش احتياطي، فهم الاثنين هم دول اللي بيثبتوا نفسهم، لو هم كويسين فعلا هيكسبوا، ولو هم مش كويسين مش هيكسبوا. يمكن انت حققتي انجازات كتير في مسيرتك في الاندور مع الاهلي، وقبل كده حتى مع الشمس كان فريق كويس جدا، ومع منتخب مصر لعبتي بطولات، لكن حاسه ان اسمك مرتبط اكتر او اكبر انجاز انت عملتيه انك ظهرتي في دوره العاب اولمبيه، ودي حاجه يعني نادره ما بتحصل في الطايره. ما هي دي صراحه كانت النقله في حياتي، عشان كده انا بحب البيج فولي، سهل احقق فيه اكتر من الاندور، بسبب ان هي لعبه بتحتاج ذكاء مش عافيه، فيمكن انا بحب الذكاء، يعني انا بالنسبه لي لعيب الذكي افضل من اللعيب القوي، فيمكن دي اللعبه اللي بحاول اطلع فيها مهاراتي بس، فانا بحبها اكتر، يمكن عشان هي اللعبه اللي حققت لي
اكبر حلم كان في حياتي ان انا اتاهل اولمبياد، عشان كده بحبها اكتر. يعني ممكن ننتظر ايه منك في الاولمبياد الجايه ان شاء الله؟ وكلمينا انت محتاجه تعملي ايه عشان تتاهلي الاولمبياد. والله احنا محتاجين ان شاء الله نلعب التصفيات الجايه، ومحتاجه باذن الله نكسب يعني. بس تلعبوا المره دي بقى يعني. يا رب اتمنى ان انا العب ان شاء الله باذن الله. باذن الله انا متاكده وواثقه في ربنا ان هو اكيد شايل لي حاجه احسن من اللي فاتت بكتير، واكيد ان هو هيعوضني عن البطوله اللي فاتت اللي احنا كنا اقرب ناس ليها. وان شاء الله باذن الله يعني نكسب افريقيا ونتاهل اولمبياد. اتاهل بس وبعد كده ابقى اجي لك هنا اقول لك انا ناوي على ايه. كابتن دعاء الغباشي نجمه الاهلي ومنتخب مصر للكره الطائره، شكرا جدا، نورتينا في الجول، وبالتوفيق ليكي في الفتره المقبله. شكرا جدا، متشكره ليك جدا.